الحمد لله، وإن شاء الله بعد فترة أقول إن شاء الله أتدرب على الكرة، أتمرن الكرة، وبعدها إن شاء الله تمام ألعب الموسم الجاي. يعني نقدر نقول إن شاء الله الموسم الجاي تلعب؟ إن شاء الله الموسم الجاي. حلو، خلاص هذا السؤال اللي صار المشاهدين كانوا ينطرونه قلناه، الحين نقول لك كل عام وانت بخير وعيدك مبارك. وانت بخير عساك عوادة. في البداية أحب أهني حضرة صاحب السمو ولي عهد الأمين، الحكومة الرشيدة والشعب الكويتي، وأقول لهم كل عام وانت بخير عساك من عوادة. حلو أخوي عبد العزيز، أول شيء طبعا تكلمنا عن الإصابة، الحين الجمهور تطمنوا وعرفوا أن سعيد ما في شيء ويبي يلعب الموسم الجاي يعني إن شاء الله. ها طيب، ني أسئلة الحين خارج عن هذا. احنا سمعنا كل لاعب له مميزات ولا عيوب، شنو عيوبك في الملعب؟